السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف الحال يا شيخنا مصطفى؟ ربنا يحفظك. وإياك. الحمد لله بخير. عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال، ما حكم سدل اليدين في الصلاة يا شيخ؟ السدل هكذا؟ نعم. خلاف الأولى، الأولى أن توضع اليمنى على اليسرى، أما الصلاة لا تبطل بالسدل، وذلك رأي المالكية مستدلين بحديث المسيء في صلاته أن النبي قال كبر ثم اقرأ ما تيسر، ولم يأمره أمرا بأن يضع اليد اليمنى على اليسرى. أما كون الاستحباب فلحديثين، حديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ومن العلماء من نازع في قول سهل أمرنا من الآمر، إلا أن الصحابي إذا قال أمرنا فالمعني الرسول الذي أمر، لكن في خصوص سهل بن سعد لأنه صحابي صغير فقال احتمال أن يكون الأمر من غير النبي عليه الصلاة والسلام. دليل الثاني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وجاءت زيادة ضعيفة لفظها على صدري وهي ضعيفة. هذا مجمل الأقوال في هذا الصدد، والله أعلم.